من هذه النقطة، أي نقطة تلاقي وادي الحراش بين ولايتي الجزائر والبليدة، انطلقت تهيئة الوادي عبر مسافة 18 كيلومتر إلى غاية منتزه صبلات. الأشغال لا تزال مستمرة. شفتوا معنا مدى تقدم هذه الأشغال، الأشغال إن صح التعبير نقول أنها عملاقة في الميادين المختلفة، وكذلك العمل من أجل رفع العراقيل أو المشاكل التقنية لهذا المشروع حتى نحترم الرزنامة المحددة لها. عملية تهيئة الوادي تشمل 4 مراحل، من ضمنها إنجاز فضاءات للتسلية. مختلف القطاعات قدموا حصيلة عن مدى تقدم هذه الأشغال، والذي يعني يشمل 4 مراحل، وهي التهيئة الهيدرولوجية المتعلقة بمناطق التسلية وكذلك الرياضة وغيرها. ثانيا نقل مسار أنبوب الغاز وغيرها، وهذا دليل أنه يعني جميع القطاعات راهي تقوم بالواجب تاعها حتى نحترم رزنامة إن شاء الله نهاية الأشغال. مشروع تهيئة وادي الحراش يعد من بين المشاريع الهامة التي تندرج ضمن مخطط التهيئة إقليم الولاية، على أمل استلامه في أقرب الآجال.